عمر. سوري اش كديري هنا؟ عمر خاصك تمشي معايا، خاصنا نمشيو نعتقو جداتك. درت لي جهدي كله والله غالب، صافي قهروني. عمر عمك باغي يدير العمليه جداتك، داكشي علاش خاصنا نمشيو نعتقوها دابا. كيفاش؟ زين بلا عيطات ليا وقالت لي راه غادي يدخلوا على البلوك، خاصنا نوصلوا قبل ما يدخلوا على البلوك. عمر ايه قلت لكم؟ عرفت قلت لك عرفت. لاباس انت عمر؟ عمي بغي يقتل جداتي. بيان خلينا لي سيليل سوش صيفطنا من لابوراتوار، اون فوا جينا لا ريبونس نديرو عملية ديال النقل العصام. شحال الوقت غادي ياخد؟ بصير راضي تقدر مع هاد النوع ديال العملية راه كياخد الوقت بزاف، وحنا راه مبينين أكثر من جهدنا. اللي علينا هو أننا نوصي لابوراتوار أنه يعطيوه الأولوية. دابا عصام مازال غيدير لا شيميو؟ وي أو موان كيخصو دو جوغ. دو جوغ؟ ممكنش نخلي ولدي يتعذب هكا، ما عرفناش شنو عمر كيوجد لينا. شوف الحمد لله اللي عصام كان كياخذ الدواء ديال المناعه، والا ما كناش غادي نقدروا ننقلوا ليه الخلايا في الوقت المناسب. وكيدير جده؟ ملي درنا البنج الحمد لله داز داكشي ديالها مزيان، نتسناو لا رياكسيون ديال الجسد ديالها شنو غادي يكون، نتمنى ما يكونش قبيح. شكرا دكتور، شكرا. إن شاء الله يكون كل شيء مزيان. إن شاء الله. فلاش جداتي؟ فلاش جداتي؟ عمر 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 والله هي جدة مزيانة، تخبية. غير بشوية. عمر هي من البيت مزيانة. عرفتي توقعنا شي حاجة؟ حسبك معايا تا من بعد. فين هي؟ يلا دخلوها للبيت، مزيانة يلا خرجت من العملية. قولي يا اختي كيف بغات سيدي؟ ما تخاف، نكون هاني راه تحت المراقبه 24 ساعه.